المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي دائما الهام شنال. جيسبر ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الامور ديالكم مزيانه وفي تمام عن جميع السيدات، عن جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناه ديالي اللي هي اكيد اكيد دائما الهام شنال. لا غوسيت ديال اليوم ولا الوصفه ديال اليوم ان شاء الله باذن الله غتكون وصفه مختصه بالتخلص من الوزن الزائد، وصفة اللي غتنقص لينا ولا غتخصص لينا الوزن في منطقة الكرش ولا البطن في 5 أيام فقط. أشربي كوب واحد على الريق يعني قبل الوجبة ديال الفطور، وتمتعي ببطن مشدود بدون ريجيم أو تمارين. فنتمنى وصفة اليوم تعجبكم، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم نتوما شخصيا وايضا في ليغو فيسبوك، باش هكذا تعم الفائده لعدد كبير من السيدات اللي دائما كيبحثوا على الوصفات ديال التخصيص. وهذه الوصفه يعني راها رائعه مجربه ومدمونه مليون في المية. قبل ما نمشيو للمكونات، طريقه التحضير، طريقه الاستخدام والاستعمال، ايضا نبغي نرحب بالبنات الجداد يعني البنات اللي اول مره غيكتشفوا معنا هذه القناه، فمرحبا بكم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ايضا ضغطوا على زر الجرس ولا خاصيه الجرس باش هكذا اي فيديو نزلته في القناه تشاهدوه نتوما الاولى ويجيكم اشعار بانني نزلت ام فيديو. ايضا ما تنساوش تخليوا لنا التعليقات، الاقتراحات، الاستفسارات، الاسئله ديالكم، كل هاد المسائل هادو نبغي نرحب بهم على راسي وعينيا. وبسم الله على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هاد الوصفه، كيفاش نستخدموها، طريقه التحضير ديالها، التطبيق ديالها، وكل هاد المسائل هادو. فاول مكون سنحتاج اليه في هذه الوصفه هو الحامض. فانا هنا خديت حامضه وقسمتها الى نصفين بهذا الشكل، فممكن تاخذوا جوج الحامضات، ممكن تاخذوا حامضه ونص، ممكن تاخذوا ثلاثه. بالنسبه للكميه دائما ديال اي وصفه ماشي غير هذه الوصفه، كتبقى على حسب الحاجه. يعني المكونات ديال هذه الوصفه صراحه ساهلين، وغير ثلاثه ديال المكونات، ما بغيتش نكثر لكم المكونات. وصراحه هاد المكونات ديال هاد لاغوسيت متوفرين في كل بيت، يعني اي سيده ممكن تعمل في البيت ديالها هذه الوصفه وهكذا تنقص الوزن الزائد اللي كيكون دائما خلق لينا مشكل حنا السيدات في حياتنا اليوميه صراحه. بالنسبه لثاني مكون سنحتاج اليه هو الزنجبيل. صراحه ما عنديش الطازج، الا عندكم الطازج كيكون افضل، لانه الطازج النتيجه كتكون سريعه وفوريه اكثر من هذه البودره، ولكن شخصيا ما متوفرش عندي الطازج حاليا. الا متوفر عندكم نتوما بغيتو تستخدموه في هذه الوصفه فاكيد ممكن غيكون افضل. ما عليكم الا تجيبوا قطعه منه تغسلوها مزيان، تنشفوها من بعد تبشروها ولا تحكوها في الحكاكه العاديه، وبعد ما غادي تحكوها غادي تستخدموا هذاك مبشور الزنجبيل اولا مبشور سكينجبير، غادي تستخدموه في الكاسرول ديالكم. يعني غنشرح لكم الطريقه اكيد باذن الله بكل التفاصيل ديالها. فانا حاليا كما قلت لكم وكما ذكرت سابقا ما متوفرش عندي، فغادي نستخدم غير سكينجبير البودره اللي كيجي بهذا الشكل هذا، يعني اللي كنستخدموه حنا كنا السيدات في المطبخ ديالنا هو اللي غادي نستخدم، ما غاديش نستخدم الزنجبيل الطازج. فهادو هما جوج المكونات الرائعين جدا اللي غادي نحتاجو في هاد لاغوسيت. بالنسبه لثالث مكون غادي نحتاجو له في هاد الوصفه، سنحتاج الى الدارسين اولا القرفه اللي متوفره عندكم سواء البلديه ولا الروميه. فانا عندي هاد القرفه هذه هي اللي غنستخدم في هاد الوصفه، كتجي يعني بودره بزاف، ما كيكونوش فيها يعني كتجي بودره ناعمه، ما كيكونوش فيها دوك الحبيبات. الا عندكم القرفه الاخرى فممكن استخدامها، يعني اي نوع من القرفه فممكن تستخدموه في هاد الوصفه هذه. بالنسبه لثالث مكون هو رابع مكون عفوا هو اخر شيء اللي هو الماء العادي ديال الروبيني ولا ديال الصنبور، ماشي الماء المعدني، لانه بزاف السيدات كيسولوني في التعاليق واش الماء المعدني. لا ماشي الماء المعدني، الماء العادي. خديت تقريبا 400 ولا 500 مليلتر ديال الماء العادي فقط. فهادو هما المكونات البنات، بعد ما تعرفنا عليهم دوزوا لطريقه تحضير هذه الوصفه، طريقه استخدامها واستعمالها ايضا. فبسم الله غادي ناخذ واحد الكاسرول كما كتلاحظوا بهذا الشكل، وغادي نوضعوا فيها كميه من الزنجبيل. غادي نستخدم 3 المعالق ديال سكينجبير،
وغادي نستخدم اوسي 3 ديال المعالق، يعني نفس الشيء ديال القرفه ولا الدارسين. يعني 3 المعالق ديال القرفه. من بعد غادي نضيف واحد 400 مليلتر ولا 500 مليلتر ديال الماء. ومن بعد اخر شيء غادي نضيفوه هو الحامض. كما قلت لكم انا خديت حامضه وقسمتها الى نصفين. بعد كناخذوا ملعقه كنحاولوا نخلطوا هاد العناصر هادو مع بعضهم البعض. وبعد ما خلطتهم بهذا الشكل، فالان غادي ناخذوا هذه الكاسرول هذه وغادي نوضعها فوق نار مهيله. ما تحاولوش النار تكون كثيره بزاف، حاولوا غير تمهلوا عليها. بعد غناخذوا هذه الكاسرول غادي نوضعها فوق النار لمده ديال ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه، حتى كتحسوا بالغليان ديال الوصفه وكتحسوا بالمزيج تبدل، يعني القرفه تلقت المفعول ديالها، ايضا الزنجبيل تلق كذلك المفعول ديالو، والحامض حتى هو طلق المفعول ديالو. من بعد كتطفيو النار، كتخليوا الكاسرول تبرد شويه وكتصفوا المشروب. وان شاء الله نشرح لكم اكيد التفاصيل اكثر باذن الله بعد ما نعمل نفس العمليه ونرجع لكم. وبعد ما رفعت الكاسرول ديالي من فوق النار وخليتها تبرد شويه، من بعد ان شاء الله غادي نصفيها. فكما كتلاحظوا مازال البخار ديال المشروب ديالنا يعني باقي طالع، يعني الوصفه باقا شويه سخونه، ولكن معليش لانه خليتها ديجا 5 دقائق فغادي نصفيوها الان. غادي ناخذوا مصفات ولا صفايه بهذا الشكل وغادي نصفوا المشروب ديالنا. والوصفه كتصبح بهذا الشكل هذا، يعني بعد ما كنصفيه هذا هو المشروب ولا هذا هو المحلول السحري. ان شاء الله غينقص لينا الوزن الزائد ديالنا ولا غينقص لينا الكرش اللي كتكون عند معظم السيدات، فغادي نتخلصوا منها بواسطه هذا المشروب اللي غنشربوه 5 ديال الايام متتاليه ولا 5 ديال الايام على التوالي، يعني يوم ورا يوم ورا يوم لمده 5 ديال الايام بدون انقطاع. لانه الا انقطعنا على الوصفه غير يوم واحد الوصفه ما غتنجحش نهائيا، فضروري ما ناخذوا هذا المشروب ولا هذا المحلول يوم ورا يوم لمده 5 ايام عفوا على التوالي، يعني ما نزقلو حتى شي يوم كما تنقولوا. بالنسبه للسيدات اللي باغيين يبقاو مداومين عليها اكثر من 5 ديال الايام، يعني باغيين يداوموا عليها مثلا شهر او شهرين او اسبوعين او 3 ديال الاسابيع، فغيكون افضل لانه باش ما داومنا على الوصفه باش ما نجحات اكثر. النتيجه غتبان في 5 ديال الايام، ولكن كنصحكم تداوموا عليها اكثر باش هكذا تخلصوا من جميع الدهون المتراكمه في الجسم ديالكم من غير البطن او لا الكرش. فدابا غادي ندوزوا الطريقه ديال المشروب ديال هذه الوصفه. ف غادي ناخذ كوب، غادي نعبر به، ممكن نتوما تعبروا بكوب صغير صغر من هذا ولا اكبر من هذا على حسب نتوما شنو بغيتوا. فهذا هو الكوب ديالي اللي عبرت به انا، فما ملأتوش بزاف يعني ما عمرتوش بزاف بهذا المشروب ولا بهذا المحلول. فبعد ما غيصبح لينا المشروب ديالنا بهذا الشكل كناخذوه كل نهار قبل الوجبه ديال الفطور، يعني على الريق بعد ما نستيقظوا من النعاس غادي ناخذوا هذا المشروب هذا. بالنسبه للسيدات اللي غيجيهم مر او البنه ديالو غير مستحبه، فممكن التحليه بالعسل، سواء عسل السكر او عسل النحل الحر او العسل الطبيعي، يعني اللي متوفر عندكم فممكن تحليوه بالعسل. لانه بزاف السيدات غيسولوني واش ممكن التحليه ديال هذا المشروب، فاكيد ممكن، غير هو ما تحاولوش تكثروا من العسل لانه حنا الهدف ديالنا الرئيسي في هذه الوصفه هو نقصوا الوزن ماشي نزيدوا الوزن. فاكيد ما ناخذوش العسل ديما وما ناخذوهش بكميه كثيره. بالنسبه لهذا الكوب هذا فممكن تاخذوا كما قلت لكم كوب كبر منه، كيف ممكن تاخذوا كوب صغير منه وتشربوه كل يوم على الريق المده ديال 5 ديال الايام، وكوب واحد في اليوم فهو يكفي، سواء صغير ولا كبير فهو يكفي. يعني ما تحتاجوش جوج ديال يعني جوج ديال الاكواب من هذا المشروب هذا، فما تحتاجوهمش نهائيا، غير كوب واحد غادي يقضي ان شاء الله الغرض، غير هو المداومه
والتكرار ديال الوصفه غادي ينجحها ان شاء الله 1000000%. فقط دوموا على الوصفه. وبالنسبه للسيدات اللي غيسولوني ايضا كنحاول نجاوب على كل الاسئله اللي يقدروا يجوني، يعني الاسئله الشائعه ولا الاسئله اللي غادي تتكرر. فبالنسبه لهذا المشروب هذا، الناس اللي غتسولني واش ممكن الاحتفاظ به في الثلاجه، فاكيد ممكن، ولكن ممكن نحتفظوا به ما بين 3 ايام حتى 5 ايام يعني على الاكثر، باش هكذا ما يفقدش لينا المفعول، لان الوصفه الا فقدت المفعول فغنكونوا كنشربوا غير في الماء ولا في مشروب عادي، يعني ما عنده حتى شي اهميه وما عنده حتى شي مفعول، وبالتالي ما غاديش نقصوا الوزن. فضروري ما العلبه ولا القنينه اللي غتوضعوا في هذا المشروب تكون محكمه الاغلاق، باش هكذا ما يفسدش وما يفقدش المفعول ديالو. وايضا ما بين 3 ايام حتى 5 ايام، يعني اكثر مده بالنسبه اللي باو داوموا عليها، يعني اكثر من 5 ايام فما كنصحكمش تخليو اكثر من 5 ايام، يعني عاودوا جددوا الوصفه وعملوا غير كميه كثيره، كميه قليله عفوا، باش هكذا تعرفوا اشنو شربتوا اشنو ما شربتوش. فهذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى انني جاوبتكم على جميع الاسئله اللي تقدروا تسالوني عليها في التعاليق. نشكركم اكيد بدوري على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، ولكن قبل ما تخرجوا ما تنسوناش باللايك، تشاركوا في القناه، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف، وموعدي معكم جدد ان شاء الله في الفيديو القادم.